شوف اليوم ظهور البلطان كان يعني على منصة الشباب كان جميل جدا، والتوضيح لجمهور الشباب ايضا جميل جدا. يعني لاعب بقيمه عبد الله الحمدان مهاجم الفريق ومهاجم المنتخب السعودي، لابد انك توضح وتصارح الجماهير ايش اللي حاصل، ليش برضو حتى انت تبرر يعني موقف فعلا انك انت فاوض تقدمت انه النادي متمسك كان باللاعب. لكن مساله السخريه انا اقول لك اياها بامانه شوهت كل الحديث. صح، يعني الحديث انا قلت لك الظهور جميل، الشفافيه مع الجمهور جميلة، توضيح للجماهير برضو أيضا شيء جميل، لكن مسألة السخرية من اللاعب أنا أعتقد أنها غير مقبولة أبدا. يعني حتى اللاعب لو كان بيمشي لابد أنك تتذكر له الأيام الجميلة، وأنا أعتقد أن عبد الله الحمدان من اللاعبين الخلوقين أيضا جدا. ما تذكرني سمعت المشاكل يعني في النادي، ما تذكرت أنه والله مسوي مشكلة في تمرين، وحتى المباريات مع الخصوم يعني يمكن كروت الصفر اللي قاعد مثلا أبو الوليد يعني يتمسخر فيها ما كان أخذها يعني بسوء سلوك، عرفت يمكن من الحماس واشتراك مع المنافسين. مسألة السخرية هذه اللي ما عجبتني. أنا بس ودي أسأل سؤال يعني الآن، هو سؤال افتراضي لكنه مطروح، بكرة عبد الله الحمدان لو خرج ورد على البلطان ورد أيضا بسخرية، شو بتسوي البلطان؟ بتعاقبه؟ طيب ما عاقبت نفسك أنت، أنت أول من مثلا دي صح ولا لا؟ صحيح، أنت أكيد أنه عندك نظام، وانا متاكد تماما واعرف انه ابو الوليد في لائحه انه حتى ما يخرج الحديث الاعلامي الا باذن وما ادري ايش وزي كذا وكذا وتعاقبه. صحيح. طيب بكره لو خرج تجاوز هاللائحه وايضا يعني سخر، عرفت صح ولا، من اداره الشباب او من الاستاذ خالد البلطان، ايش بيكون موقفك؟ بتعاقبه قدام الجماهير؟ بتطبق اللائحه؟ بتطبق اللائحه؟ ما طبقتها على نفسك، انت اللي بدات السخريه، انت اللي تجاوزت، وانت رئيس النادي اللي يفترض انت تمسك اللائحه صح ولا لا، وانت صمام الامان للائحه وانت اللي تبداها اولا بنفسك، كيف انا بكره بعاقب لاعب؟ وفيصل انت بديت وانت تتحمل، اي كيف بتعاقب لاعب من جد وانت مرتكب نفس الغلطه وانت رئيس النادي اللي قاعد تعاقب اللاعب؟ هذه يعني انا هالنقطه دي اعتقد انها يعني قضيه مفصليه، وما اعرف حقيقه عبد الله الحمدان يعني ايش حيعمل مثلا بكره. حديث البلطان اليوم واضح، قلت لك حديث شفاف وتوضيح الجماهير، حديث اليائس، لكن ايضا انك تيأس من اللاعب، اللاعب من حقه يا اخي يبحث عن التأمين المستقبلي. يائس فيما يخص موضوع عبد الله الحمدان إيه؟ بس برضو من حق اللاعب يا اخي انه شو اسمه يبحث عن نادي اخر، يبحث عن عرض افضل حتى لو تساوت العروض، حقه، ما تقدر تحرمه في عصر الاحتراف. ايضا لابد انك تتذكر الاشياء الجميله للاعب يا اخي، انت لابد انك تكون القدوه في نادي الشباب في التعامل مع النجوم، يعني معناها بكرة إذا طلع أحد ولا بيطلع، طيب بكرة أنت أبو الوليد بتطلع تمشي بتقدم استقالتك، هل يعني تتقبل أنه يطلع لاعب شبابي ولا دا ويقعد يتمسخر فيك صح ولا لا وكذا عشانك والله أنت ماشي ولا عشانك مشيت؟ لا، أنت أيضا رمز شبابي، عبد الله الحمدان رمز شبابي، والده أيضا خدم الشباب، أيضا ذكرها أبو تركي، انت رجل مسؤول يا ابو الوليد، يعني انت لابد يكون حتى المسؤوليه اللي عندك تتجاوز حدود نادي الشباب، ما انت اي رياضي، هذا لاعب منتخب ولاعب صغير في السن، ما تتعامل معه بهذه الطريقه وهذه السخريه حقيقه وتحطم يعني مجاديف او تكسر مجاديف اللاعب، لا انت لابد انك تراعي، يكون عندك يا اخي حس ايضا وطني يا اخي، حس مسؤول. صحيح، هذا مش لاعب عادي، احنا ما عندنا مثل ما قال ابو تركي رؤوس حربه، لاعب صغير في السن كلنا نتمنى، انا ماني شبابي، لكن يا اخي انا مبسوط كثير عبد الرحمن واتمنى له التوفيق، مو عشان الشباب عشان المنتخب وين مكان. صحيح صحيح. طيب ما عندنا هاللاعبين، فانا اعتقد انه ما وفق، الظهور قلت لك كان جيد، شوهته هالسطر ذا كروت، اي عرفت مساله العباره دي السخريه شوهت كل الحوار. انا كان ودي حقيقه شوف يعني أبو الوليد صديق، يعني أنا ما مثل ما قالوا ما عندي شيء أخبيه، بأحد الأصدقاء يعني اللي أتشرف فيهم واللي يعني متولي، لكنه اليوم ما يعطيك فرصة، عرفت أنك يعني حقيقة تتجاوز هالشيء، وأبو جديد لابد أنه حتى يعني صديقك من صدقه لابد أنه يسمعه، ما احنا ضد والتعليق على الحديث نفسه اي ولا وبالتاكيد، واحنا فعلا يعني لانه ما قال احنا نتقبلها من يمكن اي واحد، انا اقدر اتجاوزها مثلا اقول قليل خبره اول سنه اداره
صح لا؟ تحدث عن خبرة. لكن تتكلم عن خالد البلطان من أميز الإداريين اللي مروا على الساحة الرياضية السعودية. نعم. فما أعتقد أنه وفق اليوم أبدا في حديثه. قلت لك الظهور كل شيء كان رتب بشكل جيد. أنا مع مكاشفة الجماهير، مع مصارحة الجماهير، مع التوضيح اللي قاله كله حقيقة، لأني أنا كشبابي يهمني أعرف التفاصيل. ليش؟ ليش بيروح؟ ليش رافض؟ إيش خطط؟ إيش اللي صاير؟ أنت كم دفعت؟ أنت كم قدمت؟ أنت لا بد أنك برضه حتى أنا أحمي نفسي كإدارة. صح؟ لا أقول أنا ما قصرت. صح. أنا حاولت أحافظ على مكتسبات النادي. طيب. لكن شوهتها بالعبارات السخرية حقيقة اللي شوهت كل الحديث.